أنا مريم حلاق، عمري 64 سنة، معلمة ومديرة مدرسة ابتدائية. تعينت بمدينة دمشق 4 سنوات، وبعدين انتقلت على حرستا، يعني سكننا، اشترينا بيت وسكننا فيها. طبعا المدرسة يعني ينتقل الإنسان على المدرسة اللي قريبة من بيته، فسكننا بحرستا. كانت لساتها قرية صغيرة ومدارسة قليلة. مع هذا كان 1978، حرستا كان فيها طوائف يعني مختلف، بس ما يعني ككل السوريين ما عندنا أي مشكلة إنك تتعايشي مع أي إنسان كان شو ما كانت دينه أو طائفته أو كذا. بس رغم هالشي ظلوا الأقلية هن المسيحية، فبالتالي كان التعامل معهم في البداية كتير كان إنه هذا مسيحي، فالطلاب ما يرضوا يقعدوا بجنبه إنه هو مسيحي، أو مثلا إنه بالبناية في عائلة مسيحية كانت مرفوضة. بس طبعا بعد الوعي والاندماج مع هاي الناس الثانيين يعني توضحت هاي الفكرة. كان عندنا نحن مشكلة كتير كبيرة، هي العدد الكبير للطلاب. يعني كان استيعاب الصفي بين 45 والخمسين طالب بوقت بدوامين، يعني الدوام الصباحي بيبدأ من 7:30 بينتهي 12:15، الدوام المسائي بيبدأ من 12 للساعة 4:15. كتير الوقت قليل كحصة درسية، فكان هي كتير بيأثر سلبيا على المواد اللي عم ياخذها الطالب، انه هو ما عم يستوعب المادة بشكل كامل، لانه كتير في كتير ضغوطات من الوقت ومن المعلم ومن الطالب ومن كل الامور. في هن الضغوطات الخارجية، كان يتردد بشكل دائم انه نحن الامن هو بيدخل بمفاصل حياتنا، يعني شو ما بدك تعملي لازم الامن يكون له على دراية، فكان يتردد على المدارس عنصر امن. جانا واحد عنصر امن صار يدخل على المدارس يطلب من المديرة انه تجمع المعلومات ويقعد يعمل معهم محاضرة اي وقت بيدخل على المدرسة. فنحن عندنا رعب اسمه الامن، يعني من يوم اللي وعينا او من يوم اللي استلم محافظ الاسد عنا هذا الوضع الامني، فنحن بنخاف شيء امن يعني ينفذ بدون نقاش. فتردد كذا مره، هذا الوضع هو يعني مرفوض تماما بالنسبه للتربيه، انه انت المعلمه عم تعطي درس والله تركيه وطلعي، او وتركتي الاطفال لحالهم بدون رعايه، فكان كثير. فبعثت رسالة سرية جدا لمدير التربية انه هل في هذا العنصر عم يجي كذا كذا كذا، هل هو مسموح بهذا الموضوع؟ ومباشرة شي وصلت الرسالة، اتصل مدير التربية، شو القصة؟ قلت له هيك هيك القصة. قال طيب. طبعا حكى للأمن. المهم فجأة اختفى هذا الشخص، سمعنا انه بعدين يمكن بعثوا عليه ريزور او شيء، وانه كان اللي عم يشتغله كله مخالف.